السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم كيفيات باش ترقدوا الحامض، الطريقه باش ترقدوه والطريقه كيفاش تحتفظوا بعصير الحامض في المجمد. هنايا كتاخذي الحامض، كل واحد على حسب الاستطاعه ديالو، كاين اللي ممكن يرقد غير هذه اولا جوج ولا ثلاثه ولا اللي بغى يدير كيلو، اللي بغى يدير جوج كيلو، اللي بغى يدير ثلاثه كيلو، على حسب كل واحد. وهذا وهاد الطريقه اللي غادي نعطيكم اليوم ان شاء الله. الحامض مرقد كيوجد اسبوع 10 ايام راه كيكون الحامض صافي كتبداي تستعمليه. المهم هاد الوقت اللي كيكون رخيص راه حنا كنستغلوا الفرصه ديالو، كنغسلوا داك الحامض اللي كيكون القشره ديالو غليظه، كيكون كبير والقشره ديالو غليظه للترقاد، راه ما كيصلحش هذا اللي قشرته رقيقه، هذا اللي قشرته رقيقه وفيه الماء بزاف راه ما كيصلحش للترقاد، كيصلح هذا اللي كيكون القشره ديالو غليظه وكيكون طري يلا كيمجني، ماشي ديك اللي كتلقاي تبركي عليه تلقاي هلاوي ولا هذا، ما داك ما ديريهش. كنقطو هنا الحامض الغليظ، كنديروه كنغسلوه، كنشفوه بزويه، الذي نعصرو حتى هو نديرو في الماء باش يتغسل. كنقطو قرعة ديال الدجاج، قرعة الدجاج، هذيك القرعة راه كنكونو عقمناها، واخا حنا كنشريوها جديدة ولكن لا كنغسلوها وكنديرو الماء في الكوكوط ولا في إناء، كتخلي ديك الماء حتى كيغلي، من بعد ما كيغلي كديري فيه هكا ديك القرعة ديال الدجاج، كتكفيها كتقلبيها هكا على فمها وكتخليه تقريبا ديك 10 دقائق وهي كتغلي، ممكن غير في كاسرونه ولا شي حاجه هكا اللي ترفدها لكم. كنقطو هاد الحامض ديالنا، احنا عندنا الحامض، عندنا الملحه، عندنا القرعه، هادشي اللي كنحتاجو. كنقطو كنحيدو هاد الراس هذا الغليظ. دابا هاد الطريقه اللي نعطيكم اليوم راه اسرع، يعني الحامض راه كيوجد لكم اسبوع كيكون الحامض واجد. كنقطو كنديرو هكا رونديلات، كنديرهم هكا دواور، هانتوما تشوفو و إلا رققتوهم بزاف راه كيطيب دغيا، كل ما على حسب، إلا كنتو واقفين عليه محتاجين له راكم ديروها رق من هذه، كديروها رق من هذه، نقول لكم 4 ايام 5 ايام راه كيكون الحامض ديالكم واجد. هذا الحامض راه كيبقى واحد الفتره طويله فوق ما كتبغيه كتجبديه، كيصلح للحوت، يصلح للبقوله، الفول طيب، للدجاج، يعني فوق ما كتوقفي على الحامض مصير مرقد كتبقيه واجد عندك. وهادشي كله فاش كتكون الوقت ديالو، راه حنا كنستغلوا الوقت ديالو كيكون رخيص وموجود، يعني لو هذا كديريه. كنحيدو عاوتاني هادو، خلاص هادو كيترمو، عندك هاد الرويصات، عندك هاد الرويصات وهذا اللي كيكون فيه العويد، هادو راه خلاص كنرميوهم. هاهي القرعة هي هادي، حنا غادي نديرو رونديلا د الحامض وكنديرو عليها الملحة. يعني الحامض الملحه ماشي زعما نقول لكم راه القياس ولا داك، كتهزو غير هكا بين صبعانكم كتحطي ديك الرونديله وكديري عليها الملحه. كتبقاي ديري رونديله وديري الملحه، ديري رونديله وديري الملحه
على حسب القرعه عاوتاني ديالكم، الا كانت كبيره راه كتعمري حتى الجناب. كتدخلي هكا مع الجناب ها حنا عملنا القرعه ديالنا، راه كتبركي عليه يعني ماشي ما كتخليش، راه كتبركي. وهذيك دابا حنا ما غادي نديرو له لا ما لا والو، هكا كيبقى هو كيطلق الماء ديالو وكيتعسل فيه وكيطيب فيه، هي كتبركي عليه باش كي حنا دابا غادي نغطيوها. حنا غطينا القرعه ديالنا دابا هكا نحتفظوا به ديك 8 ايام اسبوع، الا بغيتي تبدا تستعمليه تستعمليه. هذه الطريقه نتاع ترقيط الحامض. دابا ان شاء الله غادي نبداو في الحامض اللي كينعصروه وكنديروه في المجمد، يعني فوق ما بغيتي الحامض كتلقاه عصير الحامض. احنا غسلناهم كنغسلوهم كنشفوهم مزيان، كنقطو ديك الحامض هاد القشره ديالو باش ما كرميو حتى حاجه، ما كرميو والو. كنقطو هاد الحامض وكنحكوه، يعني ديك القشور ديال الحامض عاوتاني راه كنحتاجوهم لبزاف د الحوايج، كنحتاجوهم للكيكه، كنحتاجوهم الحلاوي، كاينه الحلوه نتاع غريبه نتاع السميده، كاينه غريبه ديال اللوز، راه ضروري كنحتاجو فيهم قشور الحامض وبزاف نتاع الكاطو يعني اللي كنحتاجو فيه القشره ديال الحامض. دابا القشره غادي نحكوها والدخلانه غادي نعصروه، ولكن انا كنحكو راه حنا ما كنحكوش كلشي، كنحكو غير باش كتبان ديك القشره البيضاء، فاش كنوصلوا للقشره البيضاء راه ما كنحكوهاش، هنا ديك القشره البيضاء كتكون مره. حتى هذوك القشور ديال الحامض راه حنا كنحتفظوا بهم في المجمد فاش كنبغيوهم كنلقاوهم، يعني بعد شي ساعات كتوقفي على الحاجه ما كتكونش موجوده في السوق ولا كتكون غاليه، الحاجه فاش كتكون رخيصه راه حنا كنستافدوا منها. يعني غير واحد الحكه خفيفه ماشي ما كتحكيش ديك البيض. كتحتفظي بيه هكا بلاستيكه ولا شي جبابينه، يعني راه فوق ما بغيتيه كتلقايه، كديريه في المجمد فوق ما بغيتيه كتلقايه. ها كنهضر الحامض شحال ما كان عندكم، كان وريتكم هذا الشيء بهذا القياس وانتم يمكن لكم تستعملوا شحال ما بغيتوا. انتما خلي داكشي اللي كيكون هنا فهاد الصفايه كيقطر باش ما تضيعيش.
كتقطعي هذه نتاع لاكلاص وكتعمري هذا كتقديهم هكا كديريهم في المجمد. هنا دابا ها هو الحامض ها هو راه تجمد. الحامض دابا ديالنا ها هو نتاع كيتجمد، ها هو الحامض المرقد، ها هو لقاش نوبا نوبا كنبقاو نبركو عليه راه هو كيهبط وراه كيطلق، هو كيطلق ديك الماء معسل ديالو قاصح، ديك الماء معسل. دابا الحامض ها هو داز، ها داز بعد اسبوع ها هو الحامض مصير. حنا كنحاولو ما نديروش يدينا في القاع الداخل، كنمثل كتهزي بفرشيطة كنصدو غير القياس الذي نستعملو، راه هو كيصلح لكل شيء وكيجي رائع، ما فيه لا مواد حافظة لا والو، طبيعي. وراه كيمكن له يجلس لكم واحد الفترة طويلة، يعني راه ماشي واخا تبداو على أسبوع راه هو كيصبر. هنا الحامض ديالنا هما ديك القشور ديال الحامض، قشور الحامض، هاد الحامض اللي درنا هاد المكعبات اللي درناهم في المجمد حتى هما راه كيصلحوا لبزاف د الحوايج. راه أي حاجة بغيتي ديري فيها الحامض كتهزي هاد المكعبة راه كيبقاو هكا، إما كنديروهم هكا فشي بلاستيكه، كنديرهم ونسدو عليهم هكا في بلاستيكه كيبقاو مزيانين. بغيتي ما عندكش البلاصه يمكن لك، ما كاينش البلاصه في المجمد يعني بلاصه صغيره، كيمكن لك تجمعيهم غير في خنشه بلاستيكه نتاع المجمد ديك اللي كتخرشش، هذاك راه يعني كديريهم كيبقاو هكا مفركين، يعني راه ما كيتلاصقو لك ما والو، هكا كيبقاو غير تخدميهم تدخليهم الكونجيلاتور راه ما كيصلحو زعما بزاف د الحوايج. اي حاجه فيها الحامض كتجبديه طريق، يمكن لك ديري هكا عصير، كديري في العصير، ديري في الحوت، ديري في اي حاجه، يعني الحاجه اللي كتحتاج الحامض كله كينفع لها. هكا هانتوما شفتو، نتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو والنصائح. ما تنساوش الاشتراك في القناه. بالصحه والراحه. Thank you.